ماذا تفعل عندما تشعر بالرغبة في الإباحية؟ الرغبة الشديدة سوف تأتي وبشراسة، ستكون كأنك قد فقدت السيطرة على يديك، وقبل أن تعرف ذلك فإنه سيحدث. حرفيا يفقد الدماغ السيطرة، إنه حقا مخيف، ولكن إذا كنت على استعداد فسوف تفوز. تقبل الفشل كأمر واقع، تقبلك هذا سوف يدعم بقائك على طريق التعافي. الانتكاس مثلا لمدة ساعة واحدة ليس سيئا كالانتكاس الذي يجعلك بذيئا مستسلما، مما ينتج عنه مزيد من سنوات الإدمان للإباحية. فحينما تسقط من على الحصان فما عليك إلا أن تعود لتمتطيه مرة أخرى. انظر في خطتك التي كتبتها من قبل، حيث لماذا اتخذت قرار التوقف عن مشاهدة الإباحية والاستمناء. فتلك هي دوافعك ووقودك والنور الذي يضيء لك في نهاية النفق الذي يحثك على إكمال الطريق. إذن فعندما تشعر بشغف، الخطوة الأولى أريدك أن تخرج قطعة الورق تلك التي كتبت فيها ذلك وتقوم بقراءتها. هذا هو الدافع الذي تحتاجه لتغير قرارك، ثم اترك غرفتك. فإذا كان الدافع مثلا لإنقاذ زواجك فقد تذكر لماذا لا تريد أن تفعل ذلك. فمن السهل جدا أن ننسى لماذا. عندما تخطف الإباحية دماغنا ذكر نفسك بهذا طوال الوقت. ممارسة التصور. أثناء التصور نقوم بعمل اختراق لعقولنا، ففي كل مرة تشعر فيها بكسل ولا تريد الذهاب للعمل، وفي كل مرة تريد أن تشاهد الإباحية ولكنك تعلم أنه يجب عليك أن تتوقف، أغمض عينيك وخذ نفسا عميقا عدة مرات واسأل نفسك: ما هي أفضل صورة لنفسي أود أن أكون عليها؟ مرة أخرى، هذا الرجل الذي وصفته في ورقتك هو في مخيلتك، عليك أن تتصوره الآن واقفا أمامك. افتخر به، أغلق جهازك وقم هيا لتجري أو اجلس للتأمل. مارس عاداتك الجديدة التي اكتسبتها خلال فترة 90 يوما، سوف تخلق عادات جديدة متعددة، الصلاة والتأمل والقراءة والجري وغيرها. فعندما تشعر بالشغف للإباحية لا تحاربها، فقط كن على وعي بأن دماغك يريد الدوبامين، فإنك لن تفوز حتى تعطيه الدوبامين، وهذه الأنشطة والهوايات ستعطيك ما افتقدته من الدوبامين. استيقظ وافعل شيئا، اجري، تأمل، اركب دراجتك، فقط ابتعد عن هذا الكمبيوتر وعن هذا الهاتف. أنا حقا لا أعتقد أنك تستطيع أن تفعل ذلك من دون تبني عادات جديدة. إن هذا لن ينهي الإباحية وفقط، بل سينهي كل شيء رديء في حياتك. وتذكر، حسن أن تكون عباداتنا عادات بمعنى الديمومة والمواصلة، وحسن أن تكون عاداتنا عبادات بمعنى انتقاء الأفضل منها واستحضار النية الطيبة فيها. لا تنسى أن تطور مناطق أخرى من حياتك. حسنا، هذا موضوع مهم. إذ لم تكن متزوجا وتريد أن تقلع عن الإباحية وتصبح رجلا تبحث عن فتاة لتتزوجها فهذا رائع. فطالما لديك القدرة فلا تتأخر، وتعلم كيف تتعامل مع زوجتك في المستقبل، وكيف تكون رجلا جذابا، وتعلم مهارات التعارف. اعمل، كل طعاما صحيا، واسحق الإباحية. لديك كل الأدوات اللازمة لسحق الإباحية الآن. تأكد من أنك تبذل كل الجهد في اكتساب تلك العادات الصحية الجديدة، وهذا سيجعل الإقلاع عن الإباحية أسهل بكثير. حاول أن تفعل ذلك، إنه من المستحيل أن تعجز عن فعل ذلك. الأجسام المتحركة تبقى في حركة. استيقظ، اخرج. إذا قمت باستبدال الإباحية بالعادات الإيجابية فلا سوف تنجح. إن الأشخاص الذين يحاولون أن يهربوا من الإباحية وفقط مع بقائهم في نمط الحياة الذي يعيشونه فسوف يعودون مرة أخرى للإباحية. وعلاوة على نجاحك في الإقلاع عن الإباحية للأبد، فسوف تنجح في كل مجال من مجالات حياتك. Talk about a simple trick that I used in order to eliminate all my urges. Now this is a really, really kind of deep method. It can work after a couple times, it can work after just one time, but essentially the whole idea of it is basically programming your mind and implementing kind of like a seed, which is an emotion, towards your kind of response, like emotional response to having that sort of urge to go and look at porn and stuff. So this helped me literally have a negative reaction towards any time I get that craving to go
and, you know, jerk off or like watch porn or something like that. And it's super, super simple. Basically, when you get that thought and you're just thinking of all the videos that you can go and watch, and like you're getting like a bunch of energy that's going up your chest, and you're like, okay, I gotta, you know, okay, I'm freaking out right now, like there's bells ringing, like, you know, it's crazy. Like, if you're a guy, you can relate. Like, when you get that thought, it's really hard to like put it to rest, and that's why so many guys relapse, is because they just can't control it. And the reason is because once you, I guess, relapse, most guys, what they do, as you know, what I've been told, is they quickly shut everything off and then they go and distract themselves and do something else, or they fall asleep or something like that. That's what I usually did. But when you apply this technique, it literally has one of the most powerful effects, because it utilizes your emotions. So, firstly, when you get this sort of feeling and urge, and you know, like, this definitely could lead to a relapse, like there's definitely a moment where you're having these thoughts and you're like, if I go down this path, this is like a relapse. So the first thing is the intent. Now, the intent is important because you have to want to stop relapsing. If you don't want to stop relapsing, you're not going to achieve this, and this is not going to work. So firstly, you have to let yourself know and feel it in your body that you want to stop this negative loop. Then, afterwards, you tie it into emotion. Now, why is emotion important? Emotion is one of the most powerful feelings and energies that we have in our body. Now, how do I implement this into the whole kind of like relapsing thing? So, when you relapse, so the next time you relapse, if you're having troubles, what you do immediately after you relapse is you start to associate yourself with negative emotions. So, for example, you know when you get that shame and guilt when you relapse? What you do is you start to associate the feeling that you're having now and the feeling that you're going through this with a lot of shame, guilt, and any other negative feelings that you can associate with. So being unsuccessful, being a failure, being all let down to your friends, family, online community, whichever it is. Really feeling the emotion that you have when you fail a goal, or that you know that doing this will ultimately make you fail at ABC, whatever it is. So just getting a lot of negative emotions into that feeling when you relapse, and just telling yourself that this, if I keep on doing this action, it will lead to all these negative emotions. And you just keep imagining it, and eventually your brain starts to understand that if you carry on with this sort of relapse and those sorts of things, you are going to have these sorts of negative results in your body or in your life, and that might ultimately kill you, all those sorts of things. So it's like a fight or flight response. And it knows that doing this sort of activity, relapsing, will cause you to have those negative consequences in the end, because you've associated so much negative emotion with it. So this is literally the way I've survived over 800 days. And, you know, being surrounded by like a bunch of friends who don't know that I'm on this journey. And that makes it even tougher, because they have like just magazines, adult magazines, lying around, you know, or they'll turn on a video and watch it and just laugh at it, or turn on a ridiculous video that they found, or just make jokes about it and stuff like that. So having a lot of triggers like that, and especially going on YouTube and
you know, watching movies, there's a lot of like triggers as well that I've noticed that could affect, you know, guys who don't aren't necessarily as strong in their willpower and in their just kind of like in themselves. So having those sorts of triggers and little things around made it really hard. But after figuring this out, it made it basically effortless for me, because before I was using like an effort, I'd constantly remind myself that like you can't do this, and that I try to distract myself. But like when the emotion gets in, it's all bets are out the door. It's just like you're just gonna relapse, and you're gonna be like, oh, I'll get back on track. Like I just gotta do this right now. It's like it's like a tension that builds up and that you can't release any other way, because once it starts building up, there's like no going back. So having a negative emotion associated with the relapse is the most powerful way that you can get rid of it. So have the intent of stopping yourself, and then go and have a negative emotional response to the relapse, and that will help a million times. Just imagine the most negative feelings that you can possibly have and associate those with the feelings of the relapse and the whole afterwards feeling. So hopefully you guys enjoyed this video. Let me know how this works. It's worked amazing for me, and any people that I've suggested it to have, you know, used it and found it to be super, super effective and literally helped them to go from having 7 to 14-day streaks to now going over like 200 days. So, and just changing their life around. So again, hopefully you guys enjoyed this video. Make sure. ما حكم السرية عند الرجال والنساء وما حكمها على المسافر مدة طويلة؟ العادة السرية، إيه ما قريت العادة. العادة السرية، لا، الأصل أنها حرام، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الأصل ابتعد عنها، هذه سفر إقامة، ابتعد عنها إنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليها، وإنما قال: يا أيها الشباب، من استطاع منكم البات فليتزوج، فمن لم يسبع عليه بالصوم فإنه له أجر، ولم يرشد إليها. فهذه لا تجوز. الإنسان يعني يسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته، وإذا كان يعني لا يصبر يتزوج، والحمد لله يبادر إلى الزواج بدل أن يفعل هذه العادة.